إن معظم مشاكل لبنان منذ الاستقلال حتى اليوم جاءت من العرب والعروبة. من بينها مشكلة الوجود الفلسطيني على أرض لبنان وتضخم عدد الأغراب الذين هم بمعظمهم عربا وتدفق الأسلحة والأموال لإغراق لبنان في حمام من الدم كما صرح أحد أقطاب العرب ومحاولة ابتلاع الأمة اللبنانية ودمجها بالأمة العربية وجعلها من المهيج إلى الخليط كما حدث عام 1958.